Surah 428. Surah silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Malam ni semua wajah kan? Yes, okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. سؤال بوتوس. يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى ربي لتأتينكم قل بلى وربي قل بلى وربي قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين لا تأتينكم وتولان سكالي دو غالي مي سكالي بنا تو سيد قل بلى وربي لا تأتينكم أنت بچه لا سيلا بچه ada بچه سيلا tadi malam ni macam lain kurang baik sikit. Kita ulang baliklah. Okey. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Panjang kumu macam tu kumu 'alimi. Panjanglah sikit lagi. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib. Terus dah. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب birrijzin alim. Malam ni teruk sikit, dia punya line bunyi cepat-cepat kata. Apalah ke? Okay. Dah faham dah. Okey. Ulaika lahum 'adzabun birrijzin alim. Okey, boleh. Okey, wal ladzina sekarang saya ambil wajah keempat lah. Saya pada first. Betul tak? Empat. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم كان وجهك تيجي والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب للرجز الي
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا وقال الذين كفروا هل ندلكم وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد لا لا جاء وقال ada kumu juga ada dia wajah keempat ada kat sini betul وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم كان بجا وجه kedua dulu ke empat dulu ustaz dua dulu kan sebab dia kuno kat ujung tu tak ada silah pun وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين هل ندلكم هل هل أوه هل 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 ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون أفترى كافترى أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والطلاب البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والطلاب البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء tapi di sini ada wajah terak apa kita ambil silah dulu okay. Ujung tu pun ada satu Okay. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد كسفا من السماء إن في ذلك تصيد أو نسكت عليهم أو نسكت عليهم أوكي أو نسكت عليهم كسفا من السماء إن إيه
Ni jadi ini bila dua ke empat? Wajah. Apa? Di sini entah sini dia jadi banyak wajah sebenarnya. Okay. Sebab ya pertama tak ada silah dulu, kemudian entah panjangkan dua jelah dulu. Minas samahi innas samai inna fi dhalik. Okey, first saya baca iskan dulu. Iskan, lepas tu iskan, lepas tu yang dekat asama tu dua harakat ya. Sekalah ambil kisfan, ambil situ je, kisfan asal. Kalau ambil aunus alaihimu dari dia banyak hal kat situ pula. Ambil kisfan. Kisfan. Okey, kisfan, lepas tu dua je. Apabila ambil daripada kisfan dia dua. Kalau ambil aunus alaihim dia jadi banyak ah. Okey. Kisfan minas samahi inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib. Sekarang empat eh. Kisfan minas samahi inna fi dhalika la ayatan li kulli 'abdin munib. Walaqad atayna Dawuda minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis-sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir wa li Sulayman ar-riha ghuduha shahrun rawajuha shahr. Sulayman ar-ri nipiskan ra. Kau lah Ustaz. Ra nipiskan. Wa li Sulayman ar-ri hajan tebal. Oh, okay. Tajwid lah. Okay. Wa li Sulayman ar-ri. Boleh ya? Wali Sulaiman nari Wali Sulaiman nah entah daripada nah tu entah ambil dia bentuk nari kalau nau tu jadi susah tu nah entah ambil nari Wali Sulaiman nari ha Wali Sulaiman narriha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr. Saya ulang balik ya. Wali Sulaiman narriha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr. Wa asalna lahu ayna al-qitar. Ini ra pun tarkik eh. Ini tebal. Oh ini tebal eh. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمُ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْلَمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ I'malu ala Dawud. I'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Falamma qadayna alaihi al-mawta ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min satah. Ya. Okay. Mak dululah. Mautih. Madallah. Madallahum ala mautih. Okey.
Badal wajah tiga dulu Wajah tiga dulu. Madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min satah. Empat Okey. Madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min satah. Wajah dua. Wajah dua Ma dallahumu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min satah. Falamma kharra bayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghayba ma Allah. أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة جري كلوا من رزق تسمك رأس macam kurang buat cukup. Okey. Qulu mir rizqi rabbikum washkuru lah. Qulu bir rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'a'radu fa'arsalna 'alayhim saylal 'azim wa battalnahum bi jannatayn. سيل العارم وأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل حمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجا وهل يجازى إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق
وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس. Saya boleh ambil ni tak? Tiga wajah dulu kat depan. Oh, sambung. Pasal belakang tak ada benda. Baiklah. ولقد صدق عليهم إبليس ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Silah je kan? Silah je, betul. Silah je. Qulu da'u allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده بقي بس ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما نعملون إيه تعملون
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما banyak sangat kalau tak ada apa benda kat belakang tu tak payah baca panjang tersetelinas pun kira okey. Wama arsalnaka illa kaffatan linnas bashir وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قل لكم ميعاد يوم لا يستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Baca wajah baca sila dulu eh. Sila. Okey. Walau tara idzil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim walau tara idzil zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqul ya. Apabila entah baca semua sekali satu waktu, walau taruh sampai laku nama mukmin ini, dikira entah baca satu waktu penuh lah. Entah boleh buat satu, dua, tiga, empat lah. Biasa, macam biasa. Oh, okey. Okey, okay, sekarang saya pergi wajah dua dululah. Okey, okay, ya. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا يقول الذين استضعفوا أنت angkat lagi lidah tu istiqalah. Okey, alright. Yaqulul ladzina astu'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Okey, sekarang wajah keempat eh.
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول وجه apa ni wajah keempat lah oh alamak oh okay alright ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم mukminin la kunna tak jelas suara laula antum dekat mana laula okey laula antum la kunna mukminin قال الذين استكبروا للذين استضعفوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون Tak, tadi wajah empat dah baca. Sekarang wajah tiga pula. Saya silap. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا
وما نحن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ini tak ada. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم إن تنازل تركم عندنا. Okay. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Ada wakaf ke? Tak boleh rasanya. Salihan fa'ulaika. Kalau yang tak nak wakaf, fa'ulaik. Lepas tu ambil pada fa'ulaika balik. Oh, okey. Wakaf tidak. Salihan tu, fa tu dia jawab kepada. Oh, okey. Okey, sekejap ya. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Okay, tadi ni baca 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 panjang sepatutnya tadi entah baca salihah tu kat situ entah dah ulang mak dah mau jadi tak panjang tapi tak apalah kena ulang 4 kali. Okey, saya baca wajah dua dulu Wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u Allah. فَأُولَئِكَ لَهُمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَهْرٍ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ 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 وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Ini kecoh sikit. Okey, ni saya baca sila dulu eh. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Ahaulahi itu tu panjang, kita ulang balik yang tu. Yang tu pun dah dua dah kat situ. Ini sebab tasil, apabila tasil yang pertama, dia dah jadi dua wayah. Okey. Sila jadi lapan. Oh, okey. Jadi tadi tadi dia lapan. Oh. Okey, hendak ulang. Apa dah? Tadi ahaulahi hiyakum. Okey. Ini makna wajib ni kan? Kita kena panjangkan dulu kak. Ahadahi iyyakum. Okey, yang empat dulu ke dua dulu? Dia, wajah pertama dia pecah dua dah. Wajah pertama dah baca, sekarang wajah kedua. Wajah kedua. Kan? Pertama tu wajah pertama dia pecah dua. Oh, okey. Alright. Maksudnya okay. Di sini dia mungkin di sini dia jadi berapa wajah dah, mungkin 5-6 lebih nama lu. Bukan oh. 4. Okey, alright. Okay, jadi sekarang saya start pada ahaula. Betul tak? Ha. Okey. Dia panjang sangat. Ahaula iyyakum kanu ya'budun. Baru satu wajah tu. Baru satu wajah. Oh, okey. Sekarang saya masuk wajah ke berapa eh? Mak wajib je. Mak jaiz ada kan? Okey. Ahaula. Ahaulahi iyyakum kanu ya'budun. Okey. Tu dah selesai wajah ke satu dan tiga eh? Okey. Tu. Satu dan tiga dah selesai kan? Okey. Sekarang masuk wajah kedua. Wajah kedua eh. Okey. Wa yawma nahshuruhumu jami'an thumma naqulu lil malaikati ahaulahi iyyakum Allah ahaulahi iyyakum kanu ya'budun. Kedua pun sama juga, wajah kedua pun sama juga, dia ada dua wajah. Okey. Tadi dah baca apa? Ahaula. Okey. Ahaulahi iyyakum. Ahaulahi iyyakum. Ahaulahi iyyakum kanu ya'budun. Sekarang wajah ketiga pula eh. Okey, wajah ketiga dah selesai. Satu dan tiga dah selesai ni. Kan? Okey. Okey, satu sekarang ni dah selesai wajah kedua eh. Wajah yes. Keempat. Wajah keempat eh. Okey. Wa yauma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil malaikati ahaulahi. Tapi ini nak kena dua dengan empat juga. Tak. Wajah keempat dia belum eh. Oh, empat aje. Dia wajah empat tak ada isu dua. Dia sebab okay, right. Wajah. Alright. Iyyakum kanu ya'budun. Sekarang wajah ketiga eh. Wajah ketiga tak ada. Wajah ketiga tak dah. Entah dah ulang adik. Aha ulang kan. Okey. Okey, jadi dah datang lagi eh. Sini habis eh. Berapa? Kalau kira campur sekali campur berapa wajah? Berapa wajah sebenarnya? 6, 7. Sekejap eh.
Kalau wajah pertama semua tadi tu sekejap eh. Pening lah ni. Ni jadi banyak wajah ni. Sebab tasheel tu lah. Itulah. Tasheel tu dia pecah wajah pertama tu dia pecah pula. Wajah pertama tu dia pecah dia tetap satu wajah aje apa? Satu wajah, dua wajah. Dua wajah dari situ. Dua wajah. Wajah pertama tu pecah dua. Dua wajah lah. Okey. Jadi wajah kedua tu dia ada dua juga, betul tak? Wajah pertama dengan dua lah. Tiga, empat lah. Okey. Maknanya enam lah semua. Oh, semua enam wajah eh. Okey, saya sambung eh. Okey. Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al jinn aktharuhum bihim mu'minun fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la darran wa naqulu lillazina zalamu dhuqu 'adhaban nari allati kuntum biha tukadzibun. Ini tak ada mat, tak ada sila. Okay, baca sila aja sini. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَبَدَا بِهَا كَمْ بِمَا بِهَا كُنتُمْ بِتَبَاعِدٍ. Ulang dia. Allati kuntum biha. Kita baca bima. Okey. Okey, saya ambil pada lillazi eh. Okey, wala daruran wa naqulu lillazina zalamu dhuqu 'adzaban darillati kuntum biha tukadzibun. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا. Ini kecoh sikit lah. Saya baca wajah dua dulu eh. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا أَنْ يَصُدَّكُمُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. كان وجب تيجي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا
وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لم حق وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وكذب بال وكذب وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ apa? Dia berapa? Wajah empat lah. Wajah empat, dia, wajah empat kena ambil daripada mula. Oh, wajah empat ni daripada mula. Okay. Wakazzaba bil wakazzaba bil ladzina min qablihim wa ma وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة
قل إنما أعظكم إيه قل إنما أعظكم sorry ini wajah ketiga ya sorry ya قل إنما أعظكم واحدة أعظكم بواحدة قل إنما أعظكم بواحدة salah pula أعيد أعيد okay kita ulang jadi salah nombor tak salah pun قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش وشوب cukup tu nak ulang apa dia nak ulang kan mak wakal ulang mak dulu eh ada apa pun belakang tu okey وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب nice habis satu surah okay. Just nice satu surah satu jam itulah Allah. Terima kasih okey Ustaz terima kasih Ustaz.